نيجي طلاب إلى مثال رقم 2 بالإلكتريكال دايناميك موديل. مثال رقم 2 اللي هو عبارة عن اللي أسميه أنا Transfer Function of Cascade Element. Cascade Element بمعنى أنا عندي دائرتين لوبين، تو لوبس، لوب رقم 1 لوب رقم 2. أوكي، المصدر الخارجي للتيار يخرج منه أنا فولتية، مقدار الفولتية I، هذا من هنا تخرج فولتية مقدارها I. أوكي، هاي الفولتية I تتقسم إلى تيارين لأن أنا عندي لوبين هنا بهذا النوت، فتيار رقم 1 I1 باللوب رقم 1 وتيار رقم 2 I2 باللوب رقم 2. أوكي، شلون أتبع هذه المعادلة؟ يريد من عندي find the transfer function I2 of the S، I2 of the S كoutput إلى E of the S إلى مصدر الفولتية خارجي. يريد من عندي تيار رقم 2 إلى مصدر الفولتية الخارجي transfer function. المطلوب من عندي حتى أطلع هذا transfer function أتبع الآتي. أولا بدل لا كان عندي هناك بالمثال السابق أخذت، بهذا المثال السابق أخذت معادلة واحدة partial differential equation، معادلة واحدة. ليش؟ لأن كان عندي تيار واحد، هنا أنا لازم أشتق two transfer function معادلتين أطلع هنا. ليش؟ لأنه معادلة لكل تيار، أنا عندي تيارين، عندي two loops دائرتين، two loops، loop رقم واحد اللي بتيار يمر من خلاله تيار رقم واحد، loop رقم اثنين اللي يمر من خلاله تيار رقم اثنين. أوكي، فأجي أتبع نفس الأسلوب اللي اتبعته هناك، اللوب رقم واحد أتبع التيار، التيار خرج من هنا مر وين؟ مر بالمقاومة R1 والذي على طرفيها شنو؟ فولتية، مقدار الفولتية VR، هاي VR هي ثابت المقاومة R1 في التيار المار من خلالها I1 of T. أوكي؟ زائد مش التيار دخل بالمحاثة O1، المحاثة O1 ولد على طرفيها فولتية، مقدار ثابت الفولتية O1 في مشتقة الأولى للتيار المار من خلالها، مشتقة الأولى للتيار المار من خلالها. أوكي، مش التيار I1 وين دخل؟ دخل بالمتسعة C. هنا أنا بالمتسعة سي عندي مشكلة، شنو؟ عندي التيار I1، التيار I1 داخل بهذا الاتجاه. أوكي، ليش؟ لأن اللوب مال I1 دا تفتر بهالاتجاه هذا، بينما اللوب مال I2 قاعد تفتر بهذا الاتجاه. فإيش يصير عندي؟ التيار I1 يدخل منه والتيار I2 راح يعاكسه، راح يدخل بهذا الجانب. اوكي، تيار I1 راح يعكس تيار I2، راح يدخل بالجانب الثاني. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نفس هذه الحالة اللي اخذناها سابقا، راح يصير عندي نفس هذه الحالة، متسعة يدخل بها التيارين، فراح تكون الفولتية هي واحد على السي ثابت المتسعة في تكامل التيار المار من خلالها بالنسبة للزمن. اوكي، ف هنا راح يكون واحد على سي في التكامل ال I1 of T minus I2 of T. شي يساوي لي هذا كله؟ يساوي لي مصدر الفولتية الخارجي E of T. اوكي، هاي بالنسبة لمن؟ الى معادلة رقم واحد او loop number one. معادلة رقم اثنين او loop number two منين اجي؟ هم اتبعه من هنا. اوكي، ابدي من هنا، اول منشة التيار 2 I2 دخل بالمحاثة L2، L2 هي ولد الفولتية VL2، VL2 هي عبارة عن L2 في التكامل التيار I2 بالنسبة للزمن، زائد عندي مقاومة R2 كذلك R2 في التيار المار من خلاله اللي هو I2 of T، زائد نجي للمتسعة. هالمرة شنو؟ هالمرة أنا وين؟ باللوب نمبر 2 التيار الرئيسي عندي هو يا هو اللي دا أشتغل عليه هو I2 الرئيسي. فش يكون عندي؟ يكون عندي المتسعة هي شنو؟ عبارة عن واحد على السي، الفولتية المتكونة عليها عبارة عن واحد على السي في تكامل تيار المار من خلالها، يا هو التيار المار من خلالها هنا اللي هو I2 ناقص I1.
اي 2 ناقص اي 1. شوف هنا أنا بالمثال بالمعادله رقم 1 كنت انا اشتغل على التيار اي 1 الرئيسي، فاي 1 الرئيسي عاكس اي 2 صارت اي 1 ماينص اي 2، بينما هنا أنا بالمعادله رقم 2 انا دا اشتغل على التيار اي 2 الرئيسي عاكس اي 1 قاوم اي 1، فصار عندي صارت اي 2 ماينص اي 1، بمعنى ان الدائره الرئيسيه اللي دا اشتغل عليها هي تكون موجبه والدائره المعاكسه هي بالسالب. اوكي، هذا اللوب نمبر 2 بما انه ما بي مصدر فولتيه خارجي. شوف هذا اللوب نمبر 1 بي مصدر فولتيه خارجي، اللوب نمبر 2 ما بي مصدر فولتيه خارجي، فشي يساوي لي؟ يساوي لي الفولتيه الخارجيه بيبقى لها صفر. زين ما بي فولتيه عند مين التيار؟ التيار يجي نتيجه مصدر الفولتيه الخارجي، والتيار يتقسم هنا الى فرعين، فهو متاثر بمصدر الفولتيه الخارجي بس هو ما بي مصدر فولتيه خارجي بشكل مباشر. هسه ضمن المعادلتين 1 و 2 هن البارشل ديفرنشال ايكويشنز اوف ذا الكتريكال سيركت. هسه الخطوه الاولى شو اسوي؟ تيك ذا لابلاس ترانسفورم اوف ابوف تو كويشن، احول ذن الكويشن الثانيين الى اللابلاس. اوكي، شلون احولها لللابلاس؟ اجي واحد واحد ار 1 اي 1 اوف تي على الجدول، ار 1 تنزل نفسها واي سمول 1 اوف تي مجرد تصير كابيتال اي كابيتال 1 اوف الاس، زائد ار 1 تنزل نفسها كونستانت في المشتقه الاولى للتيار، المشتقه تصير اس اي 1 اوف الاس، زائد 1 على السي تصير 1 على السي في التكامل يصير 1 على اس في اي 1 ماينس اي 2 يتحولن الى كابيتال اي 1 كابيتال اي 2 والواحد على سي اس يتوزعن على الطرفين. شو يساوي لي؟ اي سمول اوف تي، اي سمول اوف تي تتحول الى اي كابيتال اوف الاس. اوكي، بمعنى انه هنا هي فاكشن بالنسبه للتايم، هنا هي فاكشن بالنسبه لمن؟ للاس. هنا فاكشن بالتايم دومين، هنا فاكشن بالاس دومين. اوكي، هسه كل اللي اريد اسويه هنا أنا دائما افصل المتغيرات، اخلي كل اي 1 واحد واي 2 واحد والاي واحد، فانا ايش عندي هنا؟ عندي هذا التيرم بالنسبه للاي 1 وهذا التيرم بالنسبه للاي 1 وهذا التيرم بالنسبه للاي 1، فهذول كليتهم اعزلهم واحد، صار عندي يعني اطلع الاي 1 عامل مشترك، اطلع هذا الاي 1 عامل مشترك، فصار عندي هنا صار عندي R1 زائد R1S زائد 1 على CS يساوي لنا I1 of S ناقص 1 على CS هذا الترم 1 على CS I2 of S يساوي لنا E of S. هنا حتى اتخلص من CS بالمقام اضرب الطرفين في CS. اوكي، اضرب الطرفين في CS. اوكي، فمن اضرب الطرفين هنا حتى اتخلص من سي اوف الاس بالمقام اضرب الطرفين في السي اس، من اضرب الطرفين في السي اس صار عندي صارت طبعا اضرب الطرفين بنفس الوقت ارتب الاس بالنسبه للاس يعني اس سكوير اس اس 1 اس اس 0، فصار عندي ال 1 في السي ال 1 اس هذه انضربت في السي اس صارت ال 1 سي اس سكوير ار 1 في السي اس زائد 1 هذا بالنسبه للاي 1 ناقص واحد على سي اس انضرب في السي اس صار واحد بقى اي 2، الاي اوف الاس انضربت في السي اس صارت سي اس اي اوف الاس، هاي ايكويشن نمبر 3 معادله رقم 3. نرجع ان ناخذ الترانسفر فانكشن الى معادله رقم 2، ناخذ الترانسفر فانكشن معادله رقم 2 اللي هي ال2 في الدي سكوير 2 على دي تي بصير عباره عن ال2 هنا انا العفو صير ال2 في الاس I2 of S لأن partial differential equation الدي I2 على الدي تي صير S I2 زائد عندي R2 I2 of T صير عندي R2 في ال I capital 2 of S زائد 1 على CS في ال I2 ناقصا I1 صار عندي ناقص 1 على CS في ال I2 of S ناقص 1 على CS في ال I1 of S يساوي 0. نعم ايش اسوي هسه؟ هم كل اطلع الاي 1 عامل مشترك والاي 2 عامل مشترك بمعنى انه اعزلهم.
عندي I2 عامل مشترك هذا هنا وهذا I2 وهذا I2 لأن كليتهم عامل مشترك فأعزلهم صارت أطلع عامل مشترك صارت O2S زائد R2 زائد 1 على CS هذا كله بالنسبة للمن للI2 ناقص 1 على CS هذا التيار نفسه ينزل أضرب الطرفين في CS نفس ما سوينا هناك حتى أتخلص من CS بالمقام وأودي الI1 ذاك الطرف ف 1 على CS أضربها في CS صارت 1 والسالب أودي ذاك الطرف صار موجب I1 يساوي لنا R2 CS سكوير لأن ضربتها في CS زائد R2 في CS زائدا 1 على CS يصير 1 I2 أوكي؟ هسه هذا التيار I1 معادلة رقم 4 أرجع أعوض هنا بالمعادلة رقم 3 أوكي؟ يعني بدل هذا الـ I1 أو في الـ S أرجع أحط هذا التيرم كله صارت عندي صارت هذا التيرم بدل ما هو دلالة الـ I1 أو في الـ S صار دلالة الـ I2 أو في الـ S ناقص I2 أو في الـ S يساوي من الـ E أو في الـ S يعني صارت المعادلة بيها متغيرين اللي هو الـ I2 والـ E of S أعيد ترتيبهم وأصفتهم تطلع عندي الـ Transfer Function بهذا الشكل أوكي؟ هذا المثال رقم 2